مراكش شروط آد يا هذا أعطيك أو عيلة صابحين أو لح قدوك كون لح ذا قدوبان رجع سومالي هبل سومالي بقى أنك دو جينيا لح ذا وين أنا كجحر إني كبرد سومالي شرف تبلاه رنانتي إن قدوك جلنا دوني سحب لنا كحلا وحويين سوا إن واحد شرينا عانا أو مقرن ساي إن عانا واحد شرتا مقرن ساي ما المهم تبي برهاب شلو تدي كبرد عانا أو مقالك الدوبي كبرد أس أو نشر من شو مقالك فافي كبرد أس كبر كلاوي سوى تشرشي بتشرة من دوني إذا المقال كده نقطع وانه يسين وارن يدرين كني أرتين سوى ده صاحب يال مركز كورشين سوى مرتين تيتو حن كاوس اللي طاوله المقال كنا اللي كريسي برتين فيسبوك عبد الله محمد كسب كريسي برتين يوتيوب عبد فش الله إن أسبسكرايب كريسي حتى نقطع وانه سؤال يا أبد ما حسنت صاحب لو كم حسنتين لا تشوك تان كني يكمل عشرين سوى ده صاحب يال وحن كاوس سنة يا مقال كنا اللي كريسان عندك سوى بيرتان عندك ميت حاتان أدي هتبت حسنتين لا بأحد ما أنت دوني صاحب لأن كذا صد مقال كهرب كان سوق بينات كاركتر لا بأحد ما أنت دوني هندرستهجو بدو حويا جور كمراقب يشوردها كحرام مرة لو تشوردها دي شيء قاعد لك يقول قرعة أيام حقنا دي صد دقيتون حبلي ريا مراقب شوردها يا هذا أتاك أو عيلة صابحين أو لح قدوك كون لح ذا قدوبان رجع سومالي دي حبلا سومالي دبا أنك دو جينيا لح ذا وين أنا كجحر إني كبرد سومالي دي شرفت بطلني رنانتي إن قدوك جلنا دوني صاحب لأن كهلا وحويا سوا إن waxa jira inaan aana oo magaran saayay inaan aano waxa jirta ee magaran saayay maalmihii tumay barahab ku soo wadday gabadh aana oo muqaal laga duubay gabadhaas oo nin jarmo jooga muqaal ka faafiyay gabadhaas gabadh kale oo si wajashiba jira oo doonayeen muqaal keenan wada daawano iseen waar inay dareenkiin yartiin inkasta oo aalishay ka barahab sheen tan soo wada laga sheekeyay aan ahayn haween Soomaalida qaab qaan iyo haween Soomaalida aan kaasay aan aniga ila sharaf badnayn haddana waan habeen u soo qaadanayna bal waxaan doonaya إن أندل استهجو، أو أن مكان ساي أن مكان ساي أن أنا لسكريو، بس ده إيه المقطع إنه سومالي إن ترك لوب اللي بيو بدل كي، اللحن كي يلو كي، أو مقارنة قدوه، كبر كلو دي بعتلو جيستي، دي بعتلو دي بعتلو، وحلا سومالي ده، قالت قالت هذا استهجو سو سح ما داون، كبر ده أرين كاسم يسه، كبر وين مروه وين، صلا إيش يجي، رونا تروح بس لحد، وحلا جو جيستي وحلا مدرسة ما وين الاستيفيكات، لو ده حبيب سحب الدنيا إنك حلمك وكرس مقالك سورو برتنا تشوف نهاد سوكر مقالك الله، كرا برتنا يوتيوب عبد السلام محمد، عامل فيش أنا راح دوك سوبر، بيج كان عبد السلام محمدنا حتى تفرق كرس وكاجم حدنا بقول لك قط كنسان وكرنو حتى ترونا نشوف تنا عبد ما حسن تسورو، وياي، ما نمشي جدا بيه أما إلا ما أنت واحد سأذا ترند روحه مقالدة كبرها مريم مراكو قروح بدل له مكان ترجع سومالي أي كدريريا هذا واحد دوني صاحب الشروطة هو قاعد يحبلها كحر هدي أنا دوجين أما ده هنقل تاجي سي شروطها حبلها كحر المحاجين ليه كم ده أنا خطة طابتو وتجوسي دير كلو ده هذا المراكو صوت سد أنا كوه كلام وأنا تين كبتو يا أنا مراكو مسوع لك رجع سومالي هذا المراكو صوتين واحد دلالي شنطة شروطه مكودة ما يستريها ده شنطة شروطه كودة ما يستريها ليه ده شروطه أنا كودة ما يستريها بقى ليه هاي ها إسكت تيجي المراكو في سنة حاسك بحني وياي هاي شروطه كواد شهادة دراسية يعني تجديد يعني مخادية لولك سومالي كتكسي سومالي عم سومالي كلها تكتكسي شهادة دراسة إنها تجديد وياي هاي عاد أنت جنسية دي يبقى صبر كاجل هالكلام بدي صوت رجالي ما تلقوا دركتها إنها هاي تجديد عاد أنت إنها تبقى صبر تجديد معني هل بقول شيء جيه هدي عاد تاي نين مكان سا إنجليز كأكسو تشيده وين أنا كريس دراسة إنجليزية تجديد هذا نين سومالي تان لولك سومالي كتشيان بقى صبر سومالي بس صبر سومالي بس صبر تشيان وين استيتا وي هي سيدا فهمه دات كو قربا جوغي با صبرده كرا هيستا يي سورن تو مكي سومالين با لاسكو خريا مسو حال لاسكو خريا كان اد هيستان وي هيك قلب كلامات ورقه دنبي الانت هراي كو شيغ تاس با عمره مقالك مقالك هري كو دراي ورقه دنبي الانت هدي اد سيتيد وهاي كو فدنسا وحبد اني كو هيغان وي هي عدينت الدخلك شقده اما عدينت الدخلك كو سو غلا وا شروط اندونيان ادرس ام اندو استاغو ما تشيل أنا سوالف ما تقولون سمحات بشقي صادقي لكن ما كفالة قاعد كرتها أنا سوالف كونين سمحات كرتها والله ما كفالة قاعد كرتها أنا كا ما كفالة قاعد كرتها بيكون تيجي تهي يا رأي فانت سوما حد يعني كفالة قاعد كرينه ده أنا كلك حي وشورد كونين تكو حرس وياه لكن كونين تدخل كسوق قرية لعيت كسوق شيء حي بعدين كات كم يدينس وأرنت آت هو هذا كي الدنيا تقصي تيرك رديد حد يدس على تذهب لهاري مراكو وياه قطب كعشانات هذا حاس حرة على الحيد وين السحكة حيستها وإذا فأنت مسمى حاس كحرة يا أقران شو جورك هذا أنا السحة هذا هالسنة واحد وقتين ضد كل مساء قب قط قطك يعني إن قب قط قطك وحاس كحرة ترى عطينك سنين كبر ده سؤال مكان صحيح أنا سنة وكو قرن وأنا كسر حساب طنطا
بس إذا كانت السنة وكلا سينجل تحي إحنا جاب بهني هاي إحنا جاب بهني هاي إن المكان ساي أتسير في الفرد توم تبيس أنت عم كل شيء كنا تسير قاعد ويا هاي قطب كل حد وحويان عدن تا عف ما تكع وهالك أي إني سو معلو بدن أنا كفكرين حتى مركة إسكول سنة يعني كواد إسكول سنة سنة تصلح تقربها كتمادو أما دو قربها كتمادني كمكان سا وحكول سنة وقربها كيني مادو وأنا ضرط عف ما ضع ومكان سا قف كهاد عف ما تكتب قاعدين كتير عف ما تكعدين كقبل قبل كرو تو إني تسيت وروي فانت سو ما غلط با ويا هاي وحبي هالك سو شروطها حبلها ريمبر وكو حرن رك بدن أوسع ذات شراء ومكان سا حبلها سو ما دو قرب قرب بدن شرف تبدن كرابة بدن هاي كسو شيء تسيد دو حيين بيه aad garanaysid aan doonayn in halka uu soo socdo laakiin arintaas oo dhan idin sugeyso waanad maanka si gelisaa wayahay halka aan doonayn in kaga imaado hablaha reer maroko ee arintooda waxaan doonayn in aan dul imaado in Soomaaliyeed horta hablaha Soomaaliyeed in laga carro waxa la oran kara arimaha kalifiyay yani aan rag Soomaaliyeed ahayn in Soomaali ma rabno oo arimahan oo kale arimaha kalifiyay waxa jira muqaal ay maalmihii ugu dambeeyay baraha bulshada ku jiray maamo weyn oo muqaal laga duubay nin rag ah oo dameeri dhigli aya gabar Soomaaliyeed muqaal ka duubay kadina baraha bulshada ku soo baxay gabadhina waxa ay sameysay gabar kale oo saaxiibiyoon ninka muqaal ka duubay hore u la sheekaysan jirtay ayaa iyadu ay sharqooshay aduun la sheekadu sheeko magaraas ku xiran baa ama doonayo in magaraas si dumar miyo si aan magaraas wax u jirjireen in ka wada sheekay laakiin si wax u dhaceen weeyaan gabadha ay sharqooshay bay dhabay geysay 7 nin boo balabaysa 7 nin gabadha muqaalkeeda horeed ku baahay haddana halka masuulkooda soo saar doona ilaahay idinkiisa waana Soomaaliye walaashineen la caawiyeen doona la garab istaagay ana xumaan ka soo faafin meel fog si gaarsanayo dadka Soomaalidu arkaan sharafta badan laakiin waxa weeyaan inantaas Soomaaliye walaashineen la garab istaago la caawiyo aan inantaas gabadhaas way shaqooshay 7 nin balse bay dhabaykiisa sarxoogta ku helay ama magaalada la iga sheekeyo dhaba kadibna muqaal ayadan laga duway baraha bulshada ayada soo gali iyo 7 nin ay dilayaan garaacayaan wax dalan ku sameeyaan waayigu aan ka koostay waxaan halka waxyaabaha ragii Soomaaliyeed maanta hawl intee ugu neeytay leeyahay cadaan iyo arab iyo afrikaan iyo xaraad sanina u leeyeen because hablahan waxa hablaha kale adduunku ay dheer yihiin way xishood badan yihiin way karaamo badan yihiin way magaran saaye way magaran saaye waxyaabo badan oo hablaha adduunka ka duwan baajir wadan islaamayn mahay wax badan iska ilaaliyo anyway inanti muqaalkeeda la soo galiyay aad iyo aad baan ugu xumahay gabdha Soomaaliyeed kale ka sheekeynay iyaguna waan arkay oo iyaguna magaran saaye arinka dul istaagaya gabdha bal waxa laga duubay iyadoo wax duubtay waa laba dumar oo maanta labada wax laga hayo baraha bulshada lagu faafiyay baladaba say waxu jiraan in yaro kamida bal muqaal aan wadareegaysan nin siqaaniin oo jarmalka joogo deen maamadii waxa isku leeyshiyeen in uu kala kiciiso oo lacag uu soo diray ka bacdi video ka duubay gabadhu uu shukaansan jiray abal qore uu u diray gabadhi haf iyo balow hala dheedo maamadii ha u dirtay maxaa ka badaadheed waxay dheedanayaan ninka waxa i bareysay inuu ishir qolo waay miya oo video iga duubo way ka raali gelisileen naag dan leh waay ma aha habadan way wad waxay dhahday suma yiri say xanuunsan isbitaal joogta waa ku geeyaa hayaa loo geeyay bal markii ma ba loo geeyna guriga la geeyay waxa la sumay baaritaanku u soo dhamaadeen gurigaana lagu sugayaa hayaa muqaalkaas oo aragtay wax weyn dubar xogaal oo iyaguna arkaa ka sheekeynaya runaanti aan markaa arkaa aad iyo aad baan ugu xumaaday waana habla Soomaaliye sharaf leh in waxas ku sameeyaan maanta 2024 galab jira waxa la sii maraya qardigii 2023 ba dhamaad ku sii dhadhow runaanti aad iyo aad ayaan ugu xumaaday baladigana si kala muuqata arintaas runaanti waxa leena taas Soomaaliye walaashina hal garab istaago ta kala dhibaatada geysanaya dhibaato loo geysin waana taas u jeedinteeda adigana sida kala muuqato bal commentiga lagu wadaag aad baad maasintii.